لواحد ولا جوج؟ جوج. عنده خمس شهور. خمس شهور. انا تبارك الله. تبارك الله دار. يعني طاي صغيرة. السلام على رسول الله. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين بخير؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا هنا السوق راه اليوم الاهل، دور ان شاء الله نقول لكم الاجواء والله ما يسر الجميع. بالنسبة لهنا يا اخي خويا كاين داك بكير فيولي دوبل فاكتر واجد الخدمة، هذاك خويا مستوى مزيان، ثمن البيع ديالو 300 درهم. كاينين اخويا دوك الشنيبرات ديال باربلو، العمر ديالهم قول 5 شهور حتى 6 شهور، كيبقاو بجوج ب 600 درهم. عندك من غيرهم ولا كاينهم؟ هاد الساعة هادشي اللي كاين اخويا. ها بالنسبة للنمرة؟ 0684 0684 93 93 26 26 36 36 اللي بغا شي حاجة النمرة والله ما يسر الجامع. الله يهديك يا اخي. الله يسر. شحال شحال؟ 150 درهم هو البيع. 150 نتاوي شحال؟ لا نتاوي ما كاينينش هاد. ما كاينش الجهد الكورة الثمن هو 150. لا لا صفر سبعة صفر جوج صفر أربعين صفر ثمانية صفر تسعين اللي بغا شي حاجة النمرة والله ما يسجل. خويا هذا ماشي ديال الفوليير في العادي الخلاء عندها تقريبا 25 يوم في اخرى انا غادي نبدا يضربوا الزوان. هذا ما كاينش والله ما يسجل. اخي بخير صحة الله يحفظك الله يبارك. بالنسبة لهذا الطيويط هذا درت العام ديال 2024 2024 سبعة الفاضة الحسنية والواد الثمن ديالو شحال؟ 400 درهم. 400 بالنسبة للنمرة؟ 0670 50 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 وهو جات سميتو كي التزوج ديالو. التزوج ديالو فهمتي نتوما ملي كتجي لا شارور كيجي هذا الذكر عادي فهمتي كيولد مره واحده في العام. شحال كيلو في اليوم؟ حلقنيه كتلوح خمسه اربعه سته اللي كتلوح سبعه. هذا قلت شويه زيني عندك في القفزه. اه زيني في القفزه. هذا كي ولا نشيو؟ غادي نتوا انت باش كتعرف نتوا التيب ديالها كيكون حدا المخرج ديالها، التيب هذا كيكون الوسط الذكر. لا ما كاين. شكون كانت مدرسياش غادير لها يديك غاتعض. غاتعض داك. وهذا الثمن ديالها شحال كيبقى؟ 400 درهم. 400 درهم. عندك من غيره ياك الكوره اللي بغات عندي واحد كوبلو مو خليها لواحد السيد. اها قدها قدها. بالنسبه للنمره؟ 064 064 87 87 49 49 13 اللي بغا شي حاجه النمره والله ما يسير الجهه. يا اخي بخير صحة. قلت راه عندك براهمة وكيتشا البيض ياك؟ كيتشا البيض. اش واك هادو تقريبا شحال عندهم هاد؟ هذا فروج. الثمن ديالهم شحال؟ كنقولوا 6000 ريال. يعني تكارو نشيوا ب 300 درهم. يعني تكارو نشيوا ب 300. يعني هذا هو هادي وهذا 300 بالنسبة للبيض؟ بالنسبة للنمرة 07 07 دوبل 0 28 07 07 اللي بغا شي حاجة النمرة والله ما يسير الجامع. كذا خويا فيلم بخير صحة الله يحفظك الله يبارك. بالنسبة لنا خويا فيلم 200 درهم. 200 درهم يلاه تخدموا هادو تبارك الله. اه طايرة ماشي بحال بحال ولا كل وجه؟ 300 بالنسبه ل 40 و 300 درهم. عيط راه يعني راه كاينه مفاهمه. بالنسبه هنا هنا خويا كاينه كوبلا. هذا ذكر هذا ذكر عنده عامين. هذه كوبلا جوج ثمن شحال؟ 250 ذكر 230 واللي بغى راه نقادو معاه. وهذاك وليد راه ثمن شحال اخويا كبير؟ شحال الثمن ديالو؟ هاي تنقادو معاك 130 130. بالنسبة هنا بيري هذيك 300 بالنسبة للنمرة 065 13 01 اللي بغا شي حاجة النمرة والله ما يسر. 06 91 04 19 بالنسبة للنمرة اللي بغا يتزوج اي حاجة اللي بغا. السلام عليكم خويا. كدا خويا محمد بخير صحة الله يحفظك خويا محمد اللهم بارك.
بالنسبة أخويا محمد هذا هو الصديق. هذا الصديق هو ديال البيع. هذا الله تبارك الله. هذا راه كيبان لي الحجم ديالو راه كبر من الآخر. يعني هذا كيكون كبر. كبر. مو كتكون عراري ولا مكة ولا العكس. هذا تقريبا شحال تكون عنده هذا؟ شي عام وشهرين. شي عام وشهرين. يزيد واقيلا يكبر على هكا. راه كيزيد يكبر على هكا. هذا الثمن ديالو. الثمن ديالو في الخاص. اللي بغاه يعني يتواصل. وليدات صغار كاينين؟ لا وليدات صغار. وليدات صغار. هذا كاير و فهمت فهمت شيو شحال عندها؟ 2022 عندها الثمن ديالها شحال؟ ديال 1600 1600 كم غيرهم ياك خويا مهند؟ ممكن كوب لألكسندر هذي جوج أخوي محمد زويجة هذا كروان عزيب القواني كامل كروان باقي 2021 إذا باقي 2021 اللي باغي يخدم واللي باغي يشغل يعني هادو الدريساج وخدمة أخرى يا محمد الهضرة داوي الثمن ديالهم شحال كيبقى؟ تما تما في الخاص النميرة الخلول بالنسبة للنمرة أخويا محمد 77 14 45 23 اللي بغى شي حاجة النمرة والله ما يسير الجامع الله يحفظك خويا محمد الله ما يسير يعني راه كاين المولينات اللي بغاهم راه مدريسين تا هما خلي ما هما راه ما دايرينش لهم السكوتش مزيان دريس وحده اوبالين وواحد تيركوا هادو كتبان لي الخدمه ياك خويا لا دريس دريس كيطيروا وكيزيدوا الثمن شحال؟ تيركوا كتبقى 1200 اوبالين هادو قلنا شي واش ولا الكور؟ لا فين كارونشو كارونشو نعاود النمره خويا محمد 77 14 45 23 اللي بغى شي حاجه النمره والله ما يسير الجامع الله يحفظك خويا محمد ها هذا 180 درهم 180 شيو وهنايا تما دوك الفلسات ديال البراما 60 درهم الواحد الفلسات 60 درهم بالنسبه لهنا المتوى ديال البريط 25 درهم بياسة وهذا ديال بو عبد الله وين المتوى تما شحال بلا ما تبين النمرة صافي اللي بغا شي حاجة السوق يا الطعمة ديالهم مزيان الملاح صافي مزيان واش هاد الثمن هاد الجو؟ 50 50 بالنسبة لهذا تبارك الله راه قد قلت الصغيور هذا قلت لي تيكون في الطبيعة ياك الباجي؟ اه كاين في الطبيعة قلت لي الثمن ديالو شحال هذا؟ هذا كيخوي 150 درهم 150 درهم هذا راه 150 هذا راه كيكون الفرق بينه وبين الاخر انا راه كيكون خاطر الراس صغير عليه ياك بينه وبين الكبير بينه وبين الصغير بينه وبين الصغير والصغير هذاك الصغير شحال؟ الصغير 30 درهم باينه 30 درهم هذا شمن مرقد؟ مراكش اخويا مراكش اشوار ما زهرتش كون شديت لنا هذا ما تشد لنا هذا مع هذو باغا نديرو شيخ فيز اخويا نديرو شيخ فيز وصورك بواحد لا واش مبين لا ما الحجم قدام لا نديرو في شيخ فيز وصورك بواحد وما عرفوش منين كيخرج لا تمام النمره تخليها ولا اللي بغى شي حاجه السوق ها اللي بغى شي حاجه السوق ولا النمره تخليها خليت النمره ما عنديش مشكل اخويا ها صفر السوق 07 07 76 24 24 95 95 دوبل زيرو دوبل زيرو اللي بغى شي حاجه النمره والله ما يسال الجامع اه
غادي نشوف بعيني حتى بعدا هو الاول كاع انت كده خويا حمزه بخير صحه الله يحفظك الله يحفظك بالنسبه هنا خويا حمزه 90 درهم خويا هنا 90 درهم هنا تكورو نمشيو تكورو هنا كلهم داو تكورو الثمن هو 90 درهم بالنسبه لهنايا هنا خويا كاين واحد تكار كبير هذا الوسطاني هذا اللي هذا الهاز دراسو ها كاسوناطا 150 150 درهم وكاين هذا النتيوه ديال الروز هذا الخضراء كبير اسي كانت مجاوجه معاه مجاوجه هذيك 130 وهذا الشنايبراس هذو 100 درهم الشنايبراس جوج فيسر واحد روز هذاك الخضر اللي ملاه روز روز اللي ملاه بالنسبه للنمره خويا حمزه 06 57 96 12 17 اللي بغى شي حاجه النمره والله ما يسير جامع الله يحفظك خويا حمزه سيلفرايش بالنسبه لهذا مكازا الثمن هنا شحال هادي 200 درهم هادي 200 شوف ديال ماكازاكي هادي كشويه ديال هادي 300 درهم شوف ديال السير براسي هادي شويه لا واحد الفروج ديال نيكليس الثمن ديالو شحال هذا؟ 800 بالنسبة لهنا؟ واحد الشنابر ديال الجون في الزابي الجون في الزابي 200 درهم الواحد 200 درهم كاين فلاس ياك؟ هادشي كله فلاس بالنسبة للنمرة؟ قولي النمرة واش واش صفر ستة شحال؟ صفر ستة صفر ثلاثة 94 95 38 اللي بغا شي حاجة هنا والله ما يصير جامد والله يحفظك والله ما يصير كيسول على الغراب هذا شحال ندور؟ ما شاء الله هذا واش كتوكلوا ولا حاوكا في القز؟ لا كياكل كل شيء لا زعما واش كتخرج وتوكلوا ولا القز؟ لا ما عنديش القز اخويا غنكاف ها القز ها الثمن ديالو شحال هذا؟ 300 طاو 220 طاو 300 بالنسبة للزرزور؟ بالنسبة للنمرة؟ 07 05 62 99 10 اللي بغى شي حاجة النمرة والله ما يسير الجامع الله يحفظك بالنسبة لهنايا صافي خويا يوسف بخير سلام كيداك خويا نور شي بخير الله يحفظك بالنسبة لهذا يويو عنده عام وش من شهر عام وش من شهر بيان دريس هذا دكاي ولا نشيو؟ خويا كنقول دكاي رانا دكاي صراحة ما عندوش لا بي ان ولكن راه كيبان من الديار ديال شو صفرا صفرا هذا راه بيان دريسي كيطلع كلشي يلعب معاك الثمن ديالو شحال؟ بالنسبة للثمن ديالو 1800 درهم ولكن بغا شي واحد ماشي مشكل يعني كاينة مفاوضة بالنسبة هنا عندنا واحد المولينا قريبة تشفطم هذه كتبقى ب 950 درهم هذه ريد فيس حمراء ماشي هذه اناناس ريد فيس وعندي واحدة أخرى كبيرة اللي بغا شي حاجة ماشي مشكل غير يتواصل معايا في الرقم ديالي وغنصيفط ليه فيديو واش بالنسبة للنمرة؟ بالنسبة للنمرة 06 06 06 05 06 05 64 64 90 90 40 40 اللي بغى شي حاجه النمره والله ما يسير الجامع تواصل معايا وديك الساعه راه كاينين وليدات اخرين اللي بغى شي حاجه ماشي مشكل يعني اللي بغى شي حاجه ماشي مشكل اللهم يسير اخويا السلام عليكم السلام ورحمه الله خويا جبير بخير صحه الله يحفظك يا اخي بخير الله يحفظك الله يحفظك بالنسبه اخويا بجليل باش نبداو كاين وليدات ديال طالوكسي جاوني هنايا وليدات طالوكسي باش كنفساش هادو وليدات ديال ليزانس ولكن عندهم واحد المشكل مفروشين هادو غادي ان شاء الله نعالجوهم دابا كيتعالجو نعالجو لهم المشكل ديالهم ان شاء الله السيمانه الجايه يبانوا معنا في الفيديو ان شاء الله هادو مفروشين ما غناخذو لهم مينوط ولا غنصيب لهم مينوط ديالنا كندير لهم الجبيقه كنلاقيهم ونجيو لهم ان شاء الله رجيلات ان شاء الله بالنسبة لهادو دابا معروضين شي بها شي هادو دابا معذورين شي يجي تنعالجوهم خلوهم ما يمشيوش يعني الا ما تعالجش المشكل يقدروا يكبروا مفروشين ياك يكبروا مفروشين ضروري خصهم يجمعوا لهم رجلين باش يوليو عاديين بحال القماط اللي كيديروا دابا نعم الوليدات الصغار الوليدات الصغار سبحان الله داكشي راه الوليدات الصغار كاينه بياسه كبيره سيمانه ديال السوران هذا شي وكاينه اللوتينو اللوتينو هادو اشمنه ديالهم شحال؟ اثنين 150 130 150 لوتشينو 130 كاينه البياسه ديال لوتشينو عاوتاني ما مغيرك البياسه لوتشينو كاينه البياسه عاوتاني ديال الباسبور ديال
هذاش باش مين نشهر 120 هذا كيبقى 100 درهم 120 كما اللي كنقولوا دابا ديال الصوم باش يعرف الانسان حيت كاين اللي كيتواصل معك كتقول لي الثمن على حساب باش غيدي بلاصه ولا باش غتوصلوا للبياس حتى 20 درهم ولا 25 درهم كونسبور ضروري يعول على بنادم اذا كان غادي يبغي شي طويره معنا كنكون خارج كازا يعني اللي كيكون بعيد على كازا يعني راه كتكون هادشي اللي قلت اما اللي غيجي ان شاء الله غيطلعوا بالبيض شنو ندير شنو غادي تاج طايره الحق هذا والله زوين ما كيبقى 100 درهم غادي يطلعوا بالبيض ان شاء الله ان شاء الله يعني الثمن هو 100 غير الكبار يقول الكبار كل شيء تبارك الله كاين شي حاجه اللي في الدار شي حاجه اللي واجد الخدمه لكن الالبينو خويا جليل كاين كاين الالبينو خويا تما كاين 6 بياسات يعني 6 بياسات البينو كبار هادو الخدمه كاين كوبله كبيره خدامه والاخرين واجدين الخدمه وكاين كرو كاين هاد الذكر بيض هذا ذكر هاد الفاس بلو ذكر هاد الحباشي اللي لداخل ذكر ثلاثه الذكوره الالبينو 250 والذكوره كيبقاو 150 درهم بياس البينو 250 درهم بياس هاو بالنسبه للكروبيو كروبيو تكير كاينه كوبله هنايا هاد البير لي فاس بلو هاد الحباشي هاد الكوبله ديال مولاه ان شاء الله يجي اليوم ان شاء الله هذاك تكير هذا الثمن ديالو هذا كيبقى 500 درهم 2022 اه واللي خاصو شي سلعه اخرى في الكارونسي راه موجوده يعني اللي في الراديو ولا الجمله ولا الكوب لا خصك شي حاجه معنا الله بدك بالنسبه لنا من اخويا عبد الجليل 0096 33 05 08 08 اللي بغى شي حاجه فوق عبد الجليل ابو فارح ولا شي معلومه راه كنبوزيت شي حاجه المعروضه بيع ولا بغيت يدخل يتولع مع الراديو الله يحفظك الله يسخر الامور جميعا الله يحفظ اخويا عبد الجليل والله ما يسير الجامع تحياتي لكم السلام عليكم وعليكم السلام كيف اخويا رشيد بخير صحه الله يحفظك اللهم بارك اخوان اللي كيسولوا على القفوزه بالنسبة لخويا رشيد هنايا القفوز هادو شنو؟ هادو ليطر هادو هادو ليطر نعم هادو ليطر وبيسي كلاص ياك بيسي كلاص تاع دارو كلشي بيسي كلاص يعني كاين اللي فهم العقيق كاين اللي بلا عقيق اه كاين اللي بغى اللي بغى الكليان نصيبو ليه اللي بغى بلا عقيق نصيبو ليه وش اللوينات اللي بغى اي لون اي لون سيدي صفار حمار خضار زراق الثمن ديالهم شحال كيبقى هادو؟ 150 درهم انا راه فيهم السرير واللي يبغى بلاصه القرعه نصيب ليه بلاصه القرعه يعني اللي يبغى بلاصه القرعه راه كاين اللي بالقرعه ديالو ياك هذا قلنا ليطر الثمن ديالو 150 هو 150 درهم يعني راه فيه ثلاثه اللوينات هادو شكل واحد ياك جوج اللوينات هادو بحال هادو جوج بحال هو هذا خضر وهذا ازرق هذا ازرق وقلنا اللي يبغى اي لون راه تصايبوا ليه بالنسبه لهذا الاكاشو خويا هذا الاكاشو كاجو هذاك على ما اظن كبر من الاخرين يعني كبير يعني كبير لا في العلو لا في العلو لا في الطول لا في الطول لا في العرض لا في كلشي هما راه نفس الخدمه اه نفس الموديل نفس الموديل اه هو هذا كبير وهذا صغير هذا صغير الثمن ديالو شحال هذا؟ هذاك 220 درهم هذا 220 درهم هو راه قلنا فيه كاع اللوينات يعني اللي بغى شي لون اللي بغى نديرو واللي بغى بلاصه القرعه غير هذا كيبان لي العلاف هذا ترونسبارو ترونسبارو وتتبين يعني كتبين لا كاين شي زوان كان ما كانش يبان لك زوال من هنا من هنا يبان لك هذا راه قلنا الثمن ديالو 220 درهم 220 درهم بالنسبه لهذا هذاك بحال هذا هذا خو هذا غير هذاك الفندو يعني كيفاش كيجي في الفندو هذا آه. هو يجي في الفندو ماشي هذا موديل واحد هذا موديل واحد موديل واحد غير هذا فيه بلاصه ديال الملاك القراق وهذا ما فيهش الثمن شحال قلنا ديالو 220 درهم فندو شحال؟ فندو 120 درهم 120 يعني فندو كتغطى من الفوق تغطى من الفوق عندها بلاصه الدجاجه ياك؟ كاينه بلاصه الدجاجه ضروري هذا الثمن ديال الفندو شحال؟ 120 درهم الثمن ديال الفندو هو 120 درهم انا راه فيها بلاصه الدجاجه الدجاجه خاصو يصايبها هو ولا كيصايبها هو؟ يصايبها هو بالنسبه للنمره اخويا رشيد 06 96 28 01 23 اللي بغى شي حاجه النمره والله ما يسير الجامع الله يحفظك خويا رشيد
طخيطه. عندو خويا محسن هذا؟ عندو خويا عامين قرع. قرع عندو عامين. ما خارج هادشي من هذا خارج. الثمن ديالو شحال؟ دابا كنقول لك انا خويا. الثمن ديالو 1000 درهم. بالنسبة للنمرة محسن؟ 0-94 29 57 54 54 اللي بغى شي حاجة النمرة والله ما يسهل الجميع. الله يحفظك خويا محسن. الله ما يسهل. كده خويا وليد خير صحة الله يحفظك غبوراش. الوقت بالنسبه لنا خويا وليد انا كاينين وليدات ديال الروز روز كاينين جوج نوار وما هادو نوار جوج نوار واحد لوتين وعين حمراء واحد خواد نوار خضيا هادو كيبقاو ثلاثه 130 درهم هادو 130 هاد اللوتين وعين حمراء 120 اش الدين السوران جاباشا هادو 130 هذا 120 هاد لوشين وعين حمرا 120 حمزه في غادي هنا 130 وفي 120 اييه بالنسبه هنايا انا هاد القوالين هادو شباب ويسخر المولى اما كاين ما غير هادشي خويا وليد ان شاء الله جديد ان شاء الله جديد ان شاء الله بالنسبه للنمرة 06 08 61 11 55 اللي بغى شي حاجه النمره والله ما يسير الجامع الله يحفظك خويا وليد الله هاني احتراماتي تبارك الله راك منور الله يسهل الله تشوفها مزيان السلام عليكم السلام ان شاء الله مرحبا انا في عمر المخطب بدري شحال عنده يونس هذا؟ ولا شحال من ديالو شحال؟ 800 درهم غيره ياك يونس؟ يعني قلت شي كاين غيره؟ كاين هذا بشرايط ديالو هذا شحال عنده؟ هذا الله عنده 4 شهور بشرايط ديالو من الشرايط وش تقريبا نقول لك خارج فين هو الطير هذا خاصني نكمل يعني خاصه هذا خارج فين نيستو نيس ها هو يتكلم في الدار كمال في هذا انا بما دوا خويا يونس ممكن نديرو ليه فيديو هذا اللي بغيت تولع شي حاجه
فينو هاو نوصل. يعني كو حيتشي هذيك الاخوان يصحابو هذيك اللي خدامه يقول لك هاي راه طافي الخوت يقول لك خدامه راه طافي قدام حيده اليوز بيقعد يعني باش كيفيني باشي كيفيني هذا شحال قلنا الثمن ديالو سمعت انا خاص بالنسبه خويا يونس قلنا هذا راه حتى هو راه هذا هذا الثمن ديالو شحال 700 الثمن ديالو هو 700 بالنسبه للطير اللي كنا كنصوروا راهو هو اللي داير هو هذاك ضحي الله كي قلت اه قلنا راه كاين مساحه كاين مقانين ياك اخويا يونس كاين عندي طويرات مرفقين في الدار كاين اه ان شاء الله نديرو لهم شي فيديو بالنسبه للنمره اخويا يونس غدا ان شاء الله نديرو لهم فيديو ان شاء الله 0 6 36 59 91 37 اللي بغى شي حاجه النمره والله ما يسهل الجامع الله يحفظك اخويا يونس السلام كده خويا حسن بخير صحه الحمد لله الله يحفظك خويا حسن بالنسبه لهنا خويا حسن هادو خويا قرع ولاد العام اخويا هادو قرع ولاد العام اللهم بارك في اسال داوين على ريوصل هذاك راه فيه من تحت فيه البيوضيه من فوق شي بيوضيه من تحت ثلاثه داوين اخويا يوسف يعني هذوك ثلاثه داوين الثمن ديالهم شحال؟ بيع كندوا 1000 الثمن البيع ديالهم هو 500 كيما غيرهم اخويا حسن عندي في الدار يعني كاين شي حاجه من غير اه كاين واحد ثلاثه بياسات باقيين عندي في الدار ها بالنسبه للنمره اخويا حسن النمره اخويا 06 51 73 94 19 اللي بغى شي حاجه النمره والله ما يسل جامع الله يحفظك اخويا حسن السلام كيداير اخويا كمال خير صحه الله يحفظك اللهم بارك بالنسبه لنا اخويا كمال هذه كوبله الكوبله ديال الكروبيو خدام اخويا ديال الخدمه هذه ديال الصندوقه وبدا خدام يعني هذه ديال الصندوقه فاش منها فرخه ياك فاش منها فرخه الثمن ديالها شحال كيبقى هذه 1000 درهم هذه الثمن ديالها هو 1000 درهم وكاينه المفاهمه يعني كاينه مفاهمه من غير هنا خويا كمان كاينه هاد الكوبل هادو كاع كوبلات خدامين يعني هادو زوجات كرميطاسي وعين حمراء كاين عين حمراء ومنها شي وقشور الحوت الثمن ديال هادو هادو 1000 درهم تيهم 1000 درهم يعني هادو كلهم قلنا راه كانوا جويجات خدامين اه خدامين كارانط اجي لي طلق في المسرح ودير صندوق اه راه غتخدم من الديبا ان شاء الله وكاين هاد الكوبلا هادي الثمن ديالها شحال؟ هادي 1100 درهم 1100 قلت لك هادي الصندوقة تبدا خدام يعني دير الصندوقة بالنسبة لليزانس؟ ليزانس 150 درهم بياسة يعني ليزانس 150 درهم بياسة بالنسبة للنمرة خويا كمال؟ 06 06 07 18 18 38 77 77 اللي بغى شي حاجة النمرة والله ما يسهل الجامع الله يحفظك خويا كمال الله ما يسهل مرحبا بالجميع الله يحفظك خويا Ya Allah, 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 ya Allah
شمال ديال هو 3000 بالنسبه للنمره 06 63 21 16 19 اللي بغى شي حاجه النمره والله ما يسال الجامع كده خويا بخير صحه الله يحفظك الحمد لله سلام عليكم المتابعين ديالك المهم اخويا غندوب بخير بلاطه بلاطه اللي ما عرفهاش دخل عندي الباج ايوا شي يعني اللي التصاور ديالها كبيره يعني فاش كيولي اللون ديالها ديجا واحد التصوير خدين وغلا شي تصوير ان شاء الله جديده مؤخرا لما طلعت لي الباج صافط لي صافط لي اي معلومه مرحبا المهم هذه بلاطه تاع الكانيور كتعرف كتضرب البداله كتطلع الصدر كامل حمرا تكون في الوينات زوينه تكون داخل في هذا التيركواز الاخضر والصدر حمرا كيعطي منظر زوين وقليله شويه صعيبه في الخدمه ديالها هذا الثمن ديالها شحال كيبقى؟ ديك تبقى ب 1500 1500 قالوا لي دابا ما كاينينش دابا ديال المولين داكشي حنا باش نديرو الثمن ديال فاش كيكون موجود شحال دابا درت باش تخرج التيركواز يعني هي راه كتكون كبر من ياك من المولين كبر من المولين شويه الثمن ديالها شحال؟ ديك تبقى ب 1500 1500 وهنا عندنا الكاسكو اللي بغا شي حاجه خويا صفر مرحبا ماشي مشكل لا بيبي كابوني احسن سن تطرق فيه ولدي الكابوني واش كسن لكم بحال ما كنطرطقش الريش كاع
كون باقي صغير ما هدو كي صغار ما هدو هاكي كبر معاك كبر معاك هو غريب. هذا شحال قلنا في العمر ديالو؟ 28 28 اش هاد الصورة؟ الصورة الثمن ديالو شحال؟ ملي تنقول الثمن فيكس حتى الثمن فيكس ملي تنقول مرحبا راه كاين ولكن مفاوضة نقص شوية بالنسبة للولاد التليزانس الثمن اللي غنقول فيهم راه غيبقى فيكس بدون مناقشة. المهم بالنسبة لهاد الأوبالين 150 درهم كاينين فيهم ربعة الحباش ها هما الثمن ديال البرومو غيبقى من هنا حتى نهار الخميس إن شاء الله. هنا هادو قلنا 150 هادو أوبالين أوبالين راس حمر كطلع عندهم شواطة حمراء والراس حمر إلا مكتكمل الحمورية حتى الكشاف فيهم هاد كولور زوين والعوينة كتكون لي حمراء هاهما العين حمراء كلهم. وعندنا هنايا اللوشينو اللوشينو كيبقى 130 اللوشينو حتى هو كيكون عنده الوجه أحمر والعين حمراء راه هو مكيهبطش حتى المورا الراس اللي كيعجبو اللوشينو هانت بحال ماك هذا بدل مبيه هنا هادو 130 فيهم أحجام مختلفة كاين صغير كبير مويان المهم تو السلام عليكم. هنا قلنا 130 كاينه بياسه كبيره شايه 130 كاينه بياسه ضاربه عندي السيمان ديال السورانك هي هادي واحد العلم هي هادي 150 درهم هي اللي بقات من ديك السيمانه اللي فاتت. بالنسبه للنمره اخويا ايوب 077 15 32 اللي بغى شي حاجه اللي بغى شي حاجه النمره والله ما يسير الجامع الله يحفظك خويا ايوب. السلام عليكم اخوان يعني احنا اليوم مع رئيس جمعيه المنقار الذهبي الجمعيه اللي دارت واحد المبادره انها دارت واحد الاقتراح ديال فضاء جديد معنا الاخ عماد رئيس جمعيه المنقار الذهبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. خويا تحياتي بعد ذلك القناه ديالي صراحه تلقاوك من الناس اصحاب القنوات اللي غايورين على ان الولايه ترجع للمسار ديالها الصحيح. بالنسبه للموضوع اخوان كاين الناس اللي تعرفونا كاين الناس اللي متعرفوناش. المهم نقدم راسي معكم عماد رئيس جمعيه المنقار الذهبي طيور الزينه وحمايه البيئه ورئيس تعاون المنقار الذهبي. كما تتعرفوا جميع الموالين جميع انحاء ديال المغرب كان عندنا واحد الفضاء هنا تتواجد مدينه الدار البيضاء عمل الفيدا. شاعت الاخطار بان جات واحد الحمله نظرا اللي كنا في واحد القطاع عشوائي غير مهيكل كنا تنريحوا في واحد الفضاء فعلا كاين سلبيات كنا في هذا الفضاء وما كناش نظمنا راسنا وحوتات تخلي السوالف المفهوم. ولكن الحمد لله بالاراده ديالنا وبالاراده ديال الاخوان المواليه اننا خرجنا واحد الاقتراح المقترح بديل هذا الفضاء بطريقه بصيغه اخرى بطريقه مهيكله ومنظمه وقانونيه عن طريق تعاونيه المنقار الذهبي اللي خرج المشروع ديالها عباره عن مزرعه ديال الطيور الانتاج وبيع الطيور. والهدف من التعاونيه هو التعاون. حنا خلقنا واحد الفضاء واحد المجال للناس اللي بغا يخاطروا في التعاونيه باش يستافدوا من هذا الفضاء هذا مرحبا بهم الف مره. كما سبق دابا واحد تقريبا هذه مده شهر وحنا تنقوموا بشي حملات تاسيسيه توعويه واستقطبنا واحد العدد كبير ديال الاخوان اللي وصل العدد ديالهم 400 شخص وبدينا تنتوصلوا بالطلبات ديال الخيرات اللي وصل العدد ديالها دابا تقريبا 100 وما يزيد. والحمد لله اليوم الحمد لله خير ودليل بان العدد من الاخوان اللي جابوا الطلبات ديال الخيرات ديالهم نوري الاخ الطلبات ديال الخيرات اللي تصحوا بينا باش يكون هادشي بشفافيه ومصداقيه باش حتى واحد هانتوما الاخوان هذه الطلبات يلاه توصلنا بهم اليوم الحمد لله باش ان الناس خداتو استحسان لهذه الفكره وهذا المقترح وبغاو فعلا يتهيكلوا ويتنظموا في اطار القانون. وغادي نوري الاخ هو ورانا هذا واحد الاعلان اللي جبدناه باش نعلنوا على يوم الافتتاح اللي غيكون يوم الاحد هذا اللي جاي 13 في الشهر 2024 شهر 10 هي اخوان اللي تيهمو الامر وبغى يتواصل معنا مرحبا به غيتصل بنا في الرقم 07 77 23 89 08. هانتوما بالنسبه للاعلان ديال الافتتاح ان شاء الله لهذا الفضاء هذا يعني جميع الموالي نهار 13 في شهر 10 الحد الجاي ان شاء الله. هاد الفضاء هذا خاص بالمواليع باش يحفظ لنا الكرامه ديالنا ويكون عندنا الفضاء اللي تيجمعنا فين نسوقوا المنتوج ديالنا وفين نتجو المنتوجات ديالنا. والفضاء نوصل الفضاء دابا تيجي في اقليم مديونه
طاق سيدي ابراهيم. المهم جميع المعلومات هي في هذا المنشور هذا. وبالنسبه للفضاء راه متوفر، ماشي فضاء زعما ارض عاريه ولا هذه، فضاء تبارك الله بصيغه اللي زوينه اللي تتشرف الولاعه وتعطي الكرامه للملوك. فضاء فيه مرافق صحيه، فيه كاميرات المراقبه، مسجد ديال الصلاه، فضاء فيه يلعبوا الوليدات الصغار، مساحات خضراء، وكل واحد ان شاء الله ما يعرض. عندنا كل يوم الاحد ان شاء الله غيكون عرض طول التسويق ديال الناس باش يخلقوا داخل التعاونيه مجال التسويق. دابا الاشكال اللي تيوقع لنا في التسويق هو ان تنحتوا على مجال التسويق، غادي نحاولوا نخلقوا ان التعاون هي فين، غادي نخدموا على الاشهار، على البيبليسيتي، على القنوات، على الصحافه، باش نديروا اشهار الفضاء هذا باش نستقطبوا جميع الموالين جميع انحاء ديال المغرب. والامتيازات اللي كاينه في التعاونيه ان ما تبقاش قطاع غير مهيكل، بالعكس بصيغه قانونيه الناس اللي عندهم اشكاليه اللي كانت تجي القريعه وتلقاو العشوائيه والشفره ولا زيد العشوائيه والمعيور تخسر الهضره. الحمد لله الفضاء هذا راه فيه سيكيورتي، فيه الامن، الناس غيعرفوا من غيشريوا المنتوج، غيعرفوا من غيشريوا، غيكون البطاقه ديال الانخراط غتكون معلقه كلها، مور خالد غيسوق المنتوج ديالو داخل الفضاء، غيكون عنده واحد البطاقه ديال الشخصيه ديالو تتعرف شكون هو والاسم ديالو، باش اي منتوج الا كان فيه مشكل غادي نحاولوا كيفاش نقادوا الامور باش كلشي يبقى على خاطره. وكاين بزاف ديال الامتيازات بالنسبه للناس المنخرطين، كاين امتيازات ديال التكوين، ديال اللقاءات، ديال المعارض، ديال العلف، بزاف ديال الامتيازات. واللي تيهمو الامر وعنده تيشوف راسو انه معانا يتصل بيا بالرقم ان شاء الله يتواصل معنا باش ندخل واحد المجموعه خاصه لهاد الناس الموالي، وان شاء الله غيتعرف على بزاف ديال المستجدات والمعلومات في الاطار هذا. وتبارك الله عليكم، اي تساؤل مرحبا الف مرحبا. كما سبقت اني ذكرت بالنسبه للتواصل الرقم الهاتف ديالي 07 77 23 08. وتحياتي وتبارك الله لك السي يوسف. الله يحفظك خويا عماد، كنشكرك على المبادره وتحياتي لك. الله يحفظك خويا عماد. غادي نديرو حلقه خاصه في الدار ان شاء الله، نقرقع ان شاء الله، نديرو شي دوار تولى علينا السلعه مرفقه بيور هذا الثمن قال لهم 9000 و 400 ريال بيور عز تولى عندي الجمله. بسم الله هذيك الجمله ماشي الجمله عندك تخون ماشي الجمله البياسه 7400 ريال البياسه اللي عندي تولى اللي ما عنديش تولى فريك لهما تهز تصنط. الله يحفظك. بالنسبه لهذا خويا رشيد هذا ديال الاخ رشيد هذا ولا خارج من البداله اها نبقى في السميه اللي بغا راه نقادو مع الشام السميه. شوفوا شوفوا اها شحال شي عنده؟ غات السميه اه هو مقاد مقاد طماع مقادير
مازال غيتفرج ديال الخدمه حيت كاين شي واحدين كيسمعوا 150 170 بالنسبه لهنا في القريعه اللي بغى يصيفطوا لي راه 200 درهم. يعني ترونسبور اللي جا عند القريعه نبيعوا لي 150 ماشي 150. بالنسبه للنمره 0662 23 72 85 اللي بغاش يعرف الطائره تبارك الله راه كيدور وكلشي. انا كيدور وكلشي مازال غيتفرقع وفيه كلام زوين دابا راه كيخلصن. سير اللهم يسر امين.